مقالة بعنوان النضوج الروحي. هيا بنا لنعرف مستوى النضوج في كلمة الله. فهناك كلمات تأتي بمعنى واحد أي ابن في اللغة العربية، ولكن مختلفة في اليوناني، لندرسهم على حدة. المستوى الأول بريفوس، وتعني في اللغة اليونانية طفل حديث الولادة، أي الذي ولد من الله حديثا. بطرس الأولى 2:2، وكأطفال مولودين حديثا تشوقوا إلى اللبن الروحي النقي لكي تنمو به إلى أن تبلغوا الخلاص. كلمة الله تحث الشخص الذي قبل الرب يسوع وولد من الله أن يشتهي كلمة الله، أي يتعامل معها بالجوع، وذلك لأننا نعلم جيدا أن أي طفل صغير مولود حديثا يحتاج إلى اللبن عديم الغش لكي يتمكن من الحياة في صحة جيدة ولكي ينمو صحيحا. كذلك أيضا المولودين من الله يحتاجون إلى كلمة الله التي تقدم بطريقة صحيحة لكي ينمو نموا سليما ويكتشف من خلال الكلمة ما أعد له من ميراث لنا من عند الله. فهذه المرحلة البدائية طبيعية لأي شخص ولد ثانية من الله، ومن الطبيعي له أن لا يمكث وقتا في هذه المرحلة. أفسس 4:14، حتى لا نكون فيما بعد أطفالا تتقاذفنا وتحملنا كل ريح تعليم. أن تبلغ الخلاص تعني أن تنمو في معرفة كلمة الله. أفسس 1:17-18، حتى يهبكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح حكمة وإلهام لتعرفوه معرفة كاملة، استستنير بصائر قلوبكم فتعلموا ما في دعوته لكم من رجاء وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. أما الخلاص كما يأتي في اللغة اليونانية تحرير، شفاء، ازدهار، ثبات واستقرار، أمان، كمال روحي وجسدي. أفسس 4:11، وهو قد وهب البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لتأهيل القديسين من جهة عمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، حتى نصل جميعا إلى وحدة الإيمان ووحدة المعرفة لابن الله، إلى إنسان تام البلوغ، إلى مقدار قامة ملء المسيح، وذلك حتى لا نكون فيما بعد أطفالا نبيوس تتقاذفنا وتحملنا كل ريح تعليم يقوم على خداع الناس والمكر بهم لجرهم إلى الضلال الملفق، بل نتمسك بالحق في المحبة فننمو في كل شيء نحو من هو الرأس أي المسيح. الرب أعطى أن يكون في الكنيسة 5 وظائف، وهي الرسل، الأنبياء، المبشرين، الرعاة والمعلمين. ولكن يجب أن نعرف لماذا وضع الله هؤلاء في الكنيسة. وهنا يكمل الرسول بولس حديثه ويقول لكي يؤهلوا المؤمنين الآخرين في الخدمة. وإلى متى تكون هذه الوظائف موجودة في الكنيسة؟ حتى تصل الكنيسة أفرادا وككل إلى إيمان الله ذاته والمعرفة التي يتمتع بها المسيح. أفسس 4:13، إلى مقدار قامة ملء المسيح، أي يكون إنسان تام في كل شيء، أي تكون مثل يسوع تماما. وهدف الله من ذلك هو أن لا نكون فيما بعد أطفالا تقودنا كل كلمات يعلمها أي شخص. يوجد استقرار روحي، نعم هذا ما يقوله الشاهد هنا. الاستقرار الروحي يعني أنك عرفت الأساسيات التي من غيرها لا يمكنك أن تعيش حياة مستقرة وثابتة، بل متقلبة. هذه الأساسيات منها كيف تسلك بالإيمان في كل زوايا حياتك، وكيف تعيش الحياة التي يريدها الرب يسوع لك، وكيف تكون مستمتع بكل حقوقك. وهذا لا يعني أنك لن تواجه تحديات، بل الاستقرار يأتي عندما تكون درست الكلمة وعرفت أن الحل في يدك، فتكون مطمئنا أنه مهما واجهت سيكون لديك القدرة لعلاجه لأنك عرفت
الطريقة. يوجد طعام غير صحي، أي لبن مغشوش، وهذه تعاليم خاطئة كثيرة، وهذه التعاليم تخدع الناس وتقودهم إلى الضلال. فلن تجد شخصا يقول يسوع ليس ابن الله في الكنيسة، ولكن ستجد من يقول الله يمرض ويؤذي أولاده لكي يعلمهم دروس. وهذا غير كتابي بالمرة، لأن المؤمنين لا يعرفون كلمة الله فيصدقون ولا يعرفون أن هذا خطأ وخطر فيصدقون هذا كله. وهذا ما قال عنه بولس: يكرزون بيسوع آخر. بعبارة أخرى، لا ينكرون أن يسوع هو ابن الله، ولكنهم يكرزون أنه يفعل أشياء ليس هو الفاعل الحقيقي لها، كما جاء في كورنثوس الثانية 11:1-4. يبدأ ترسيب هذا التعليم منذ مرحلة الطفولة الروحية بريفوس، لذلك فإن التعليم هام جدا في هذه المرحلة، لأنه من هنا يبدأ التأسيس. مثل الطفل تماما، يمكنك أن تطبعه وأن تشكله في هذه المرحلة، لأنه سيذهب حيثما تقوده. ويلزم أن يكون من يعلم هذا الطفل الروحي أن يكون ماهرا ومعلم صحيح، لأن ما سيقوله من تعليم لن يراجعه الطفل وراءه، لأن الطفل في هذه المرحلة لا يعرف الأشياء الصحيحة من الخطأ، لذلك سيقبل أي شيء يقال له سواء صحيح أم خطأ من التعليم، طعام صحي أو سم مميت. لاحظ معي ما يقوله بطرس الرسول أنه لبن عديم الغش، بمعنى آخر أنه هناك لبن مغشوش، أي هناك تعليم مغشوشة. فمثل الطفل الذي يأكل سموما، سيؤثر هذا على نموه وسيصير طفل معوق ذهنيا وجسديا. للأسف نجد في بعض الكنائس التي لا تعرف أن الحياة الروحية هي مستويات، أو قد يكونوا يعرفون أن هناك مستويات روحية ولكنهم غير مهتمين ببناء جسد روحي سليم، فيرتكب قادتهم خطأين مشهورين. الخطأ الأول، يضعون معلمين لا يعرفون الكلمة وقد يكونوا في مرحلة المراهقة الروحية، سنتكلم عنها بعد قليل، ويضعونهم لتعليم هؤلاء الجدد الأطفال بريفوس، وهذا كارثي. فعندما يكون معلم الكلمة ليس ناضجا روحيا، فسيقود المؤمن الجديد أو المؤمنون الجدد إلى مستوى غير سليم روحيا، وبالتأكيد سيؤدي هذا إلى مشكلة في النضوج. ثانيا، الخطأ الثاني، أن يوكلون هذا المؤمن الجديد الطفل الروحي بريفوس منصب وعمل روحي في الكنيسة فور قبوله المسيح، وهذا خطير جدا، لأن هذا الطفل الروحي لا يفقه شيء في المسيح بعد، هو نسل إلهي تكنون، ولكنه يحتاج إلى النضوج. هذا تماما عندما تسلم طفلا إدارة مصنع وإدارة أموال شركة ضخمة، بلا شك سيخطئ، رغم أن في داخله طبيعة البر، القدرة لفعل الأمور بطريقة صحيحة، لكنه لم ينمو فيها بعد. انظر معي لإستفانوس في أعمال 6:1-7. أراد الرسل اختيار شخص ليكون مسؤولا عن خدمة الموائد، ستتعجب للمواصفات التي ذكرها الكتاب هذه. فاختاروا أيها الإخوة 7 رجال منكم لهم شهادة حسنة، ممتلئين من الروح القدس والحكمة، فنعينهم ليقوموا بهذه المهمة. ليس كل من هو ممتلئ بالروح يسلك بالحكمة التي في داخله بعد. هذا ليس لأن الملء بالروح اختبار سيء، بالعكس، بل لأن الملء بالروح بالإضافة للكلمة والسلوك بها هما الطرق لإنضاج الشخص، وليس الملء بالروح وحده، سأناقش هذا بعد قليل. وما أسوأ، أن يتولى طفل روحي بريفوس منصب التعليم في الكنيسة. بلا شك الطفل الروحي يشبه الطفل الجسدي، فسيفهم الطفل الروحي أمورا بطريقة خاطئة، وسيوصل هذه الأمور بطريقة خاطئة للسامعين، وهو لم يسلك بعد بالإيمان
لذلك سيفهم كلمة الله ليس بروحه بل بمنطلق حواسه، وسيعظ باختبارات وتعاليم غير كتابية رغم أنها تبدو كتابية. هناك كنائس تخاف من شعبها أن يتركها أو لعدم فهمهم واهتمامهم أن يضعوا الأشخاص الصحيحة في الأماكن الصحيحة، فيتسرعون بأن يوكلوا الشخص الذي قابل المسيح مناصب في الكنيسة. وبلا شك فالعواقب تكون غير مرضية وأحياناً كارثية، ولا يمكنك أن تحمل الله أي مسؤولية عن أخطاء يرتكبها قادة الكنائس الذين قد يخطئون هكذا، فهم غير فاهمين للكلمة، وهم سيقفون أمام كرسي المسيح وسيكونون هم المسؤولين وليس الله، لأن الله لا يعمل باستقلالية على الإنسان، والله لا يمكنه أن يمنع ما يفعله الإنسان، ويجب تعاون الطرفين. في هذه المرحلة يجب الشخص أن يتعلم عن الأساسيات في كلمة الله من معلم ماهر، مثل حقوقه في المسيح، وأن يعرف أن الإنسان كائن روحي يمتلك نفس ويسكن في جسد، وأن الخطية مشكلتها تم حلها، وأن الإنسان العتيق قد مات، وأنه في مملكة سماوية غير مرئية ولكنه فيها، وأنه في أرض الموعد التي هي هنا على الأرض، وأن الله يحبه، وأن الله لا يقف ضده مهما كان، وأنه ولد حرفيا من الله ولديه حياة الله. في هذه المرحلة إذا عبر في مشكلة ما أو تحدي في حياته أو مرض، يمكن للقائد المفترض أن يكون ناضج أن يصلي من أجله، فسينال شفاءه اعتمادا على إيمان قائده. هذا عكس المؤمن الناضج هيوس الذي سنناقشه بعد قليل، فالناضج لو صلى له أحدا لن ينال شفاءه رغم أن الله يريد أن يشفيه 100%، لأن المسحة لن تعمل. لماذا؟ لأن المؤمن الناضج متوقع أن ينال شفاءه بنفسه، بأن يمارس إيمانه بنفسه، ولا أن يعتمد على إيمان آخرين. سأناقش هذا في نقطتها. في هذه المرحلة الطفل الروحي لا يصح أن يمسك أي منصب كنسي، ولا يتم الوعد له بذلك من القادة حتى ولو طلب هذا بنفسه، بعد أن رأى إخوته وأخواته يخدمون ويمسكون منصب كنسي. ستجد أن الطفل روحيا يتحدث كثيرا عن الخطية كمشكلة، هذا لأنه لم يفهم بعد أنه بر الله، وهذا طبيعي في هذه المرحلة التي لن تطول كثيرا لو كان هناك تعليم كتابي سليم. فبعد هذا التعليم السليم سيبدأ بالسلوك بحقيقته وهي البر، وستجد أن الرسول يوحنا يعلم هؤلاء الأطفال تعليم مناسب لمستواهم، في حين أنه يعلم المراهقين روحيا تعليم مختلف، ويعلم الناضجين تعليم أعلى ومختلف عن الأطفال والمراهقين روحيا. يوحنا الأولى 2:12، أكتب إليكم أيها الأولاد لأن الله قد غفر لكم خطاياكم إكراما لاسم المسيح. هل ترى أنه لا يعلمهم عن أي شيء غير الخطية؟ هذا لأنهم غير مدركين لأي شيء آخر غير هذا، وهذا ما يجب أن نفهمه ونعلمه للمؤمنين الحديث الولادة، ويجب أن نعلمهم أن الخطية قد حلت مشكلتها من خلال ما عمله يسوع، ولا تسمح لها بأن تسود عليكم، مثلا تعليم رومية 6:11، فكذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا بالنسبة للخطية وأحياء لله في المسيح يسوع. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت فتنقاد لها في شهواتها، ولا تقدموا أعضاءكم للخطية أسلحة للإثم، بل قدموا أنفسكم لله باعتباركم أقمتم من بين الأموات أحياء، وأعضاءكم لله أسلحة للبر، فلن يكون للخطية سيادة عليكم إذ لستم خاضعين للشريعة بل للنعمة، وغيره من تعليم تخص الخطية والدينونة. هدف الله للمؤمن الحديث أن يكون ناضج وبالغ، أي رجل
في الحياة الروحية. وكيف يتم هذا النضوج؟ فأذكره باستفاضة في نقطة أخرى. ولكن لنعتبر أن هذا المؤمن الحديث بريفوس قد نال تعليم سليم ونضج، فسينتقل إلى مرحلة أخرى وهي المراهقة الروحية. نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.